فاهم؟ ايه؟ اتخضيت؟ لا خالص، بس يعني الصراحة مش فاهم يعني اللي يخليك تيجي تزوريني. عندي سؤال وعايز اسمع اجابته منك. اتفضلي. ليه عمرو؟ ليه كده؟ عملنا لك ايه انا ولينا علشان ترمي فينا كده؟ وفاء والله العظيم انت تخلص خالص وما تنطقش غير باجابه السؤال اللي سالته لك. بعد كل اللي عملناه معاك ده احنا دخلناك مستنى خليناك حد مننا، مفيش حاجه من دول فرقت معاك؟ مفيش حاجه من دول خليتك تراجع نفسك وتقول بلاش؟ ليه يا اخي كده؟ ليه؟ حرام عليك. ما انت ساكت ليه؟ انت اخر واحده من حقها تتكلم علينا وتجيب سيرتها. انا؟ ايوه انت. عارفه ليه؟ عشان لينا جات لي هربانه منك انت ومن طريقتك. اللي انت بتقوله ده هي دي الحقيقه. ولو في حد في الاوضه دي ظلم لينا وجي عليها وضيعها يبقى انت يا وفاء مش انا. وهو ده اخر كلام عندي. كده؟ طب ادعي ربنا بقى انهم يحبسوك بقيت عمرك علشان انت لو خرجت من هنا في اي وقت